كان عالي من الطرفين. مع انتهاء المباراة بدون فائز سنلجأ إلى ركلات الترجيح. قد تكون الركلة الأولى هي الأهم. ضاعت الركلة الأولى ويا له من سيناريو قاسي عليهم الآن. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدا لي أنه مستحيل التصدي لها. الركلة الثانية. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة. لعب الكرة في الاتجاه الآخر. الحارس توقعها صح لكن الكرة ذهبت إلى المرمى. ثالث منفذي الركلات. الكرة في الشباك في منتصف المرمى. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. ثم مع الثالث الآن. ينقذها الحارس، يا سلام. يتقدم رابع لاعب في تنفيذ ركلات الترجيح. يضعها على يسار الحارس. بثقة كبيرة تفوق على حارس المرمى. الدور على لاعب رابع لتنفيذ الركلة. ينجح في أن يخدع الحارس يسجل هدف. بعض المدربين يضع أهم لاعب في الركلة الخامسة، اللاعب الخامس. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى وركلة رائعة. خامس لاعب من أجل تنفيذ الركلة. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. يتقدم اللاعب السادس. تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة. اللاعب السادس في تنفيذ الركلات. وهدف ويقفز الجمهور من الفرح. سابع لاعب على لائحة المنفذين. يلعبها لكنها ضاعت. نوير هو الأمل الأخير لفريقه إذا صد هذه الركلة. وكرة ضائعة. الضغط كان كبير عليه جدا للفوز بهذا النهائي من أجل أن يسدد هذه الضربة لكن خانت أعصابه. روعة في التنفيذ، حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى. ثامن ركلة، ثامن لاعب. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. جاء دور الركلة التاسعة واللاعب التاسع. ضيعها. نوير عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك لكي يكون. كرة لا تمر. المنفذ العاشر يتقدم الآن. يا إلهي، الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى لكنها لا تصل إلى المرمى. يا له من سوء حظ. كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. يضعها على اليمين. يا سلام، تنفيذ رائع. الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. ركلة أخيرة حددت
الفريق الفائز بعد ليلة عصيبة. بايرن ميونخ فاز بالطريقة الأكثر دراماتيكية في الكرة على الرغم من صعوبة المباراة.